السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى ألقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا ربي. وكنشكر جميع الأخوات اللي كينضموا للقناة ديالي وكيدعموني باللايكات ديالهم وبجيم، كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم التوفيق يا ربي. واليوم غادي نقدم معكم واحد الفيديو ديال أسيغاغ، نتمنى يكون ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لهاد أسيغاغ، وكاين اللي كيقول لي الصنور، بعض المناطق كيقولوا لي الصنور، والمناطق ديال الجنوب كيقولوا أسيغاغ ولا سيغاغ. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو نص كيلو ديال السيغاغ أو كيلو ديال السيغاغ على حسب المستطاع ديال أي واحد. كنحتاجو البصلة، كنحتاجو شوية ديال الزبيب، شوية ديال المعدنوس، ثومة، جوج دريسات ديال الثومه، نص كاس ديال الزيت، كنحتاجو شويه ديال الملحه، شويه سكينجبير، القرفه، البزار، الخرقوم، وشويه ديال التحميره. نبداو بسم الله وعلى بركه الله. كنجيبو واحد زلافه، كنديرو المعدنوس قطعه، كنجيبو واحد دريس، جوج دريسات ديال الثومه، جوج دريسات ديال الثومه كنحكوهم، وكنجيبو نص كاس ديال الزيت، وعندنا التوابل، الخرقوم والقرفة والفلفلة والبزار، كنزيدوهم تاهما، نزيدو شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الملحة، كنديرو هاد العطرية وهادشي حتى كيندمجو مع بعضياتهم كاملين. كنجيبو الحوت ديالنا على حساب المستطاع ديال أي واحد، كنشرملوه في هاد الإقامة، كنحطو على جانب بحال هكا حتى كنشرملو الحوت كله، كنخلوه واحد شي نص ساعة حتى كيرقاد لينا. قد ما رقاد لينا الحوت قد ما كيجينا زوين. هاد الحوت كنشدوه، كنسلقوه، كنشدو الماء طيب، كنخوو عليه، كنحيدو ليه ديك الجلدة ديالو الكحلة، ديك الجلدة كنحيدوها، كنديروها بالموس، وكن نكرطوها حتى كتحيد لينا ديك الجلده ديالو الكحله. وكاين اللي كما كيسلقوا، كاين اللي كيديروها بحال هكا، كنستمروا بحال هكايا حتى كنرقد الحوت ديالي كامل. وانا انا من عشاق الحوت، عزيز عليا الحوت بزاف، وهاد الايامات اسفي شويه قليل فيه الحوت هاد اليامات، مع كاينه الريح بزاف، كاينه المنزله، حتى كنرقدو هاد الإقامة هكا. وكنجيبو هاد البصله حتى هيايا، كندوزوها في هاد العطريه ديال الحوت، هاد البصله اللي قردنا حتى هي كنحاولو كنديروها في هاد، نلبسوها هاد العطريه هكا حتى كدير لينا كلشي بحال هكا، حتى كتلبس بهاد العطريه. من بعد غنجيب طاجين اللي نطيبو فيه هاد الحوت،
نخلوه بما يرقد لينا هاد الحوت شي شويه، نعاود نرجع معكم ان شاء الله. كنجيب الطاجين ديالنا اللي غنرمو فيه هاد الحوت، كنديرو فيه البصله المره الاولى، كنستفو فيه البصله النص ديال هذيك البصله اللي شرملنا في هذيك الشرموله ديال الحوت. كنجيب الحوت كنستفو بحال هكا، كنستفو بهذه الطريقه. وهاد اسيغا كيجي زوين بالبصله والزبيب، كيجي غزال، كيجي معسل، يا ربي ما شهيتكم فيه. وكنجيب ديك البصله ديالنا اللي شرملنا قبيله، كنحاولوا نديروها فوق منه وما كنديروش فيه الماء، كنقصوا على الطاجين شويه بشويه حتى كي يطيب، ما كنديروا فيه والو، حتى شي نقطه ديال الماء ما كنديروها فيه. كيجي يا ربي معسل زوين هذا المذاق ديال البصله والزبيب، كيجي زوين، كيجي حلو وزوين. كنجيبو الزبيب بعد ما رقدناه في الماء، خليناه حتى يرطب لينا شويه، وكنديرو فوق منه بحال هكا. هكا كنديرو فوق العافيه، الا كان بحال هكايا كيجي كيطيب زوين، واللي ما داش كيديرو فوق النار كتكون مهيله كيطيب على خاطر. وبعد ما يطيب رجع معكم ان شاء الله، وبقاو معايا حتى نوريكم الشكل ديالو النهائي. هذا هو الشكل ديالنا النهائي ديال الطاجين بعد ما طابينا، كيجي على هذا الشكل، كيجي كتجي المرقه ديالو عاقده وكيجي معسل. نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا وتدعموني بالتعاليق ديالكم الزوينه، وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق وعلى المتابعه ديالكم ليا، وكنتمنى لكم التوفيق وتطلع عمر يا ربي.